طاعة ربنا حاجة جميلة، واحنا بقالنا 30 سنة بنعاني من الكلام ده، مش ما شفناش الحاجات دي غير في عصر الرئيس السيسي بصراحة. حاجة كويسة، حاجة كويسة جدا يعني. هي 2000 برضو مش حاجة كبيرة، بس يعني أفضل من 1000 وكسور. الأمور دي هتعود على القطاع الخاص وعلى البشر، على البشر بحاله. كويس مع انه جاي متاخر، بس عشان الناس كانت تحت خط الفقر جامد جدا، لان الاسعار عماله تغلى تغلى، وهم كانت مرتباتهم زي ما هي سبب.